كنت بكلمه قبل الفاصل عن المهاجم اللي بينتظره جماهير النادي الاهلي في الفتره القادمه وليه اتاخر، وسؤالي برضه هكمله ليه لو النادي الاهلي ما جابش المهاجم ده ايه اللي ممكن يحصل في فكر كولر مع الفريق في الموسم القادم كابتن؟ لا طب خليني اقول اسالك سؤال يا فاروق، طب هو ليه النادي الاهلي صابر على امير توفيق؟ لا انا لا استنى بس معلش احنا بنتكلم بقى فاروق، يا فاروق بص انا مش هدخلك، انا مش بسالك بس انا عايز اقول لك على حاجه، مجهود اكيد بقى بيعمل مجهود، كل الصفقات اللي جت النادي الاهلي يا مشيت طلعت اعاره يا الراجل مش مقتنع بيها. انا خلينا بقى نتكلم انا بالنادي الاهلي، امير توفيق مش بيروح يجيب اللعيبه، مش بيروح يجيب، ما انت ما هو الراجل بيطلب مواصفات يا فاروق. انا بكلم يعني. انت ما بتهاجمش واللاعب يوفق او ما يوفقش يعني. انت لا انا ما بهاجمش لكن كل اللعيبه اللي جت النادي الاهلي يا اما طلعت اعاره يا اما الراجل مش مقتنع بيها ومشوا بعد كده. تمام. يعني انت لما بعيد لما الكندوسي جه وكنا الناس بتقول عليه نجم وهي متالق في الجزائر صح، بعد كده جبنا مكسوني قبليها بقى قبليها ما قبليها وفي بواليا وقبل كده وفي برونو سافيو في شادي حسين يعني في عمار حمدي قبل كده يعني في لعيبه جت ما فادتش النادي الاهلي. مين اللي يتحاسب على ده كله؟ يبقى انت النهارده في التعاقدات او مدير التعاقدات بس عشان نفرق بس ما بين لجنه التعاقدات يا كابتن، ما هو اللي لجنه التعاقدات دي اتقال له انا عايز ده وده وده وعايزين مكان واحد اتنين تلاته وهو بيجي يتفضل يناسبك يناسبك خلاص انا هروح خلاص يبقى المدير الفني هو اللي يختار يا فاروق بنفسه، انا عايز المواصفات ديت، عايز محمد فاروق بالمواصفات ديت اجيبه عشان يتعاقد معاه، انما ما اقعدش اقول انا عايز مهاجم بمواصفات 1 2 3 4 وانا مش عارف اجيب. ما انت في مهاجمين كتير جدا موجوده، ما انت النهارده لو كنت صبرت عن شادي حسين من الفراوده كويسه جدا، لكن الراجل ما كانش مقتنع بيه في الدوري الممتاز. مين النهارده اسم مروان حمدي؟ لا سيبك من مروان حمدي لان النادي المصري مش هيفرط فيه. ايوه لا هو مروان حمدي يمشي مع النادي الاهلي، يمشي مع كولر نفسه. طبعا لا يمشي مع كولر يمشي واللي في دماغه. ما انا بقول لك يمشي، هو الراجل عايز فرود محطه. يعني هو افضل من محمد شريف مثلا؟ ما هو لو محمد شريف كان كويس الراجل ما كانش مشاه. لا رد عليا، لا افضل من محمد شريف في الفتره دي، هو على فكره وعمل مباريات كتير كويسه الفتره اللي فاتت مع علي ماهر. لكن انت مروان حمدي كان عندك حسام حسن، ما هو كل ده فشل، ما هو مين اللي خلص عليهم؟ ما هو انت موسيماني خلص على حسام حسن، وكولر ما كانش مقتنع بشادي حسين صح ولا لا؟